خامسا خلينا الآن إلى أهل السنة. قال ابن تيمية ما تحدث عن هذا الكتاب، وقال إن علماء أهل السنة لم يذكروا اسم هذا الكتاب ولم يحدثوا. صحيح، أنا بحثت كثيرا أجد واحد سني عالم سني كذا يذكر اسم كتاب الكافي للشيخ القليني في القرون الأولى، يندر أن تجد هذا. يقول لك هذا كتاب غير معروف، ما متداول عندنا. لو كان هذا الكتاب موجود لكان ذكره علماؤنا في كتب الرجال، وذكره علماؤنا في كتب التراجم والفهارس، لا نجد له عينا ولا ذكرا ولا أي شيء من هذا القبيل. هذا كتاب مجهول. الجواب إن عدم ذكر أئمة الرجال والفهارس والتراجم السنة لكتاب الكافي للشيخ الكليني ليس أمرا غريبا على الإطلاق. فكم من عالم شيعي لم يذكروه إطلاقا. أعطيك أمثلة ملفتة. فكم من عالم شيعي لا سيما الإمامية، لأن الإمامية قلة قليلة كانت، فكم من عالم شيعي لا سيما الإمامية لم يأتوا على ذكره، وكم من عالم شيعي أتوا على ذكره ولم يذكروا أي من كتبه. لو كان الكليني لوحده أنا معك، تحفظ أقف علامة استفهام، لكن لما تكون هذه حالة موجودة في وسط علماء التراجم وعلماء الفهارس والرجال السنة، إذا لماذا أستغرب أنهم لم يذكروا الشيخ الكليني؟ بل في بعض المواد ذكروه وقالوا هو من المصنفين ولم يذكروا اسم كتابه. ليس فقط اسم كتاب الكافي، لم يذكر أي اسم مع أنه قال إنه مصنف. انظر إلى ابن ماكولا المتوفي سنة 475 للهجرة في كتابه إكمال الكمال جزء السابع صفحة 186، ماذا يقول؟ يقول: أما الكليني فهو أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي من فقهاء الشيعة والمصنفين في مذهبهم، روى عنه أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيموري وغيره، وكان ينزل بباب الكوفة في دار السلسلة في بغداد، ولم يذكر أي كتاب له مع أنه صرح بأنه من المصنفين. يعني ممكن ما تكون كتب الشيخ الكليني وصلته أو عرف أن له تصانيف لكنه لم يطلع عليها أو لم يشأ ذكرها. كذلك فعل ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في الجزء 56 صفحة 297 إلى 298، ماذا قال؟ قال: فلان ابن فلان من شيوخ الرافضة المصنفين، مصنف على مذاهب أهل البيت، ولم يذكر أي كتاب له مع أنه شهد بأنه مصنف. وهذه عادة دارجة وكثيرة ومعروفة، فعدم اشتهار كتاب الكافي في الوسط السني طبيعي، ولي على ذلك دليل وهو عدم اشتهار صحيح البخاري في الوسط الشيعي أيضا. يعني هل هذا دليل أن كتاب البخاري ليس للبخاري وأنه اختلق؟ الشيعة أيضا بحسب التتبع إذا ترجع إليهم تجد أنهم نقلوا عن صحيح البخاري في مواضع محدودة إلى القرن السابع الهجري، يعني إلى زمن ابن شهر آشو، إلى القرن السادس معذرة، أي إلى زمن ابن شهر آشو وإلى زمن الشيخ الطبرسي والمحقق الحلمي، وقبل ذلك يندر أن تجد لهم نقلا أو ذكرا لشيء اسمه صحيح البخاري. والبخاري متوفي سنة 256 للهجرة، يعني 300 سنة بعد وفاة البخاري الشيعة لا تعرفوا صحيحه. نادرا ما تجد نصا هنا أو نصا هنا. هل هذا معنى أن هذا الكتاب يعني من حقي أن أقول لا قيمة له وأنه مجعول أو منحول؟ هذا سببه في تقدير القطيعة بين السنة والشيعة، لا سيما في بعد دخول السلاجقة إلى بغداد ودخول المسلمين في عصر التطرف كعصرنا هذا، دخول المسلمين في عصر الطائفية والتطرف والقطيعة الكاملة بين الفريقين، بحيث لا هذا يأخذ من هذا ولا هذا يأخذ من ذلك. فهذا شيء طبيعي جدا في هذا السياق، وأعطيكم شاهد على ذلك. شوف الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ثلاثتهم تلامذة صف واحد قبل العصر السلجوقي، شيعة وسنة كانوا مع بعض في إطار مجال العلم وطلب العلم. الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والخطيب البغدادي ثلاثتهم كانوا تلامذة ومشايخهم مشتركين، هذا معروف في التاريخ. طيب رجعنا إلى تاريخ مدينة دمشق للخطيب البغدادي، كتاب من أضخم الكتب في التراجم، هو ليس تاريخ بمعنى تاريخ حولي، تاريخ مدينة دمشق هو تاريخ رجال، كل سنة يقول لك من هم الرجال الذين توفوا فيها، أو في هذه السنة ماذا حصل، دخل فلان فحدث في مدينة كذا، وهكذا طريقته. فهو كتاب تراجم ورجال أيضا. ارجع إليه، هو مش زميله في الدرس، هو زميله في الدرس ويعرفه، وهو تلميذ، هو وإياه تلاميذ عند مشايخ مشتركين، وهذا معروف. لا يذكر النجاشي ولا يذكر حتى الطوسي، الطوسي المعروف لا يذكرهما،
واعتقد ان سبب ذلك في في فيما يعني اخمن هو هذه القطيعه. اذا كان هذا مشترك معه في الاساتذه وكانا يعرفون بعض وكانوا معاصرين لبعضهم البعض، والطوسي اشهر من نار على علم عند اهل السنه، ومع ذلك تجد الخطيب البغدادي الذي الف كتابا بعشرات المجلدات 60-70 مجلد وفيه عشرات الالاف من الاسماء، ومع ذلك لا ياتي على ذكر شخص معروف مشهور في بغداد باسم الشيخ الطوسي. إذن هل لا تتوقع إذن أن هذه القطيعة تؤدي إلى عدم ذكر شخص باسم الشيخ الكليني هو أقل معروفية في وسط أهل السنة من الشيخ الطوسي؟ أعتقد أن ذلك شيء طبيعي جدا، فعدم تداول اسم الشيخ الكليني عندهم كأسماء كثير جدا من علماء الإمامية الذين لم يتم تداول أسمائهم، ولو تم تداول أسمائهم فلا يتم تداول أسماء كتبهم. وأعتقد أن ذلك سببه أن أهل السنة ما كانوا يهمهم أن يحصلوا على كتب الشيعة كما هي العادة في التاريخ، لأن السنة أكثرية لا تشعر بحاجتها إلى الأقلية. كيف والإمامية في ذلك الزمان أقلية محضة كما سوف نشير، لأن الشيعة إذا حسبتهم في القرون الهجرية الخمسة أو الستة الأولى الإمامية من بينهم أقلية محضة، وأغلب الشيعة إسماعيلية وزيدية كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. هذا الموضوع سوف يفيدنا في موضوع تداول النسخ في هذا الإطار. فإذا هذا شيء طبيعي أعتقد لا ينبغي استغرابه، والشواهد عليه كثيرة في هذا السياق.